بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نهيئ الـ SHA باستخدام الهارت. في البداية تعال نشرح الفكرة عشان تكون واضحة. داخل مشروعنا في عندنا روبستري فيها ثلاثة كومنت A, B و C، وأكيد الهارت راح تكون واقفة عند آخر كومنت. وزي ما اتفقنا سابقا آخر كومنت راح يكون له نسخة في الوركينج دايركتوري. المستهل يرتفع على الريبستوري إلا من عند الوركينج دايركتوري، بعدين من عند الستيج أريا، من الستيج أريا للريبستوري. إيش هي فكرة الهارد؟ get reset double dash hard ونعطيه SHA اللي هو أول سبع أرقام الـ SHA الخاصة في الكومنت، وراح نحكي له خذ أول سبع أرقام من الكومنت A، فالهيد راح تنتقل من C لA. راح يصير كالآتي: إنه كومنت C راح تنشطب، وكومنت B برضو راح تنشطب، وبرضو كومنت C اللي في الوركينج دايركتوري راح تنشطب. معنى كلامي إنه آخر كود أنت كاتبه راح ينحذف بشكل كامل، هينزل عندك الكود اللي كان موجود في كومنت A في الوركينج دايركتوري. فالهارد جدا خطيرة، هي إلها استخدامات في بعض الحالات، لكن مثلا كنت شغال وتعبان آخر النهار استخدمت الهارد، ممكن بخطأ بسيط تعطي SHA خاطئ يمسح لك جزء كبير من شغلك. أنا صح أسبد عنك إياها، استخدمها لما تكون أنت مركز، لأنه إذا مسح الكود مستحيل يرجع. خلينا نحكي إنه هسه إحنا فهمنا 50% من الفكرة، تعال نطبقها هسه مع بعض عشان نفهمها 100%. نفس مشروعنا اسمه بروجكت، خلينا نعمل جيت لوك. بدي احذف كل التعديلات اللي انا سويتها في الابديت وورك، راح ارجع على الكومنت اللي هو ابديت نوت، واخذ اول سبع ارقام 2 4 6 7، رايت كليك كوبي وهاي كيوب، هنكتب مع بعض جيت ريسيت دبل داش هارد، رايت كليك بيست انتر. شو حكى لي هون؟ قال لي الهيد وين صار واقف؟ على أول سبع أحرف من الـ SHA اللي هو update node.txt. خلينا نعمل get log ونشوف بالضبط الـ update work انحذفت هاي كيو. فممكن أشوف الـ work شو صار فيها، وكان لازم أوريك أنا الملف قبل ما نحذفه. الناس اللي ماشي معي في الدورة في المحاضرة السابقة كان في عندي أنا create page home، create page video، task 1 task 2، هذول كلهم انحذفوا. خلينا نعمل جيت ستاتوس. قال لي انت عندك الورك دايركتوري كلين، مش عندك ولا اي تعديل. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه، لكن برجع باكد انه الهارد لا تستخدمها كثير، ولما تيجي تستخدمها كن حريص، لانه اذا حذفت اي كومنت مستحيل ترجع تستردها. ما كانت افكارنا واضحه، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافية.